السلام عليكم. هلا قلت لو انا بدي اعمل ريبورت تقرير، تمام، مثلا بدي اعمل ريبورت اللي هي لكشف الدرجات للطالب، مثلا الطالب بدي يعمل طباعة تقرير، تمام، مثلا نحط هنا زر، مثلا نقول له بروجكت، عفوا بوتون، تمام، نحط هنا زر مثلا كذا، اقول له هنا edit text، هنا طباعة، هنا طباعة الكشف، طباعة كشف الدرجات، تمام، يطبع له إياه مثلا على شكل تقرير كذا، تمام. طيب باجي هنا عشان أنا أقدر أعمل تقرير أو أهيئ بيئة اللي هي العمل الريبورت، لازم أنزل عندي أداة بلجن. بروح على جوجل، هنا بكتب جاسبر ريبورت نت بينز، تمام، جاسبر ريبورت نت بينز، تمام. بروح على اللي هي اول واحدة اللي هي اي ريبورت نت بينز بلجن ديتيل، بضغط عليها هيفتح لي اللي هي هاي الواجهة، تمام. طيب هنا بيجي بيقول لك عندي هنا الفيرجن المسموحة، طبعا انت نزل اللي هي الفيرجن الاخير، طبعا قلت هو هيجيب لك على شكل تاب، تمام، زي هيك. فانت عندك علم لك على ايش، على الفيرجن، اذا بدك فيرجن 7.2 علم، بس انا ايش بفضل انك تاخذ اخر فيرجن وتحط له داون لونج، تمام. طيب بعد ما تضغط داون لونج هيفتح لك يا وز التحميل، تدعس ايش على اوكي ويبدا يحمل، تمام. قد بعد ما انت نزلتهم، انا كيف ممكن اضيف هاي البلجن على المشروع تبعي او اضيفه على النت بينز؟ بروح هنا على القائمه التولز، في عندي هنا البلجنز، تمام. طيب في هنا هفتح لي الواجهه، فبروح هنا على داون لونج بقول له اد بلجنز، تمام، وبحدد هي البلجنز اللي انا ايش نزلتهم، بدعس شيفت عن الاولى وشيفت لاخر واحده، وبعد كده بقول اوبن. انا لو دعست اوبن حيطلع لي انه مسج اللي بقول لي هذول موجودين، هي بقول لي بلجن ريبورت ديزاينر كذا والاشياء اللي انا بضيفها، بقول لي ار اوريدي انستولد، يعني انا منزلهم. كيف بدي انزلهم؟ بروح على انستولد، بلاقي في عندي يوزر انستولد بلجنز، انا منزلهم وعامل لي ايش، عامل لي ايش الاكتف عليها، صح، تمام. طيب طبعا انا كده، يعني انا هذا الهدف من الدرس انه احنا نعمل اللي هي البلجنز. في الدرس القادم راح نعمل هي كيف نعمل ريبورت ونربطه في قاعدة بيانات. شوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم.